صباح الخير، يا صباح الحلويات. كل سنة وانتم طيبين وعام سعيد عليكم يا رب. النهاردة هنعمل طريقة كنافة، طريقة جميلة جدا وبسيطة هتبسط ولادنا. بس لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. معانا كنافة كنت منزلها من الفريزر، طبعا لما بتبقى في الفريزر بتتكسر معاكي فبتبقى سهلة جدا في الشغل وكده. طب انا دلوقتي لو انا ما عنديش كنافة حطاها في الفريزر اعمل ايه؟ وعايزة مثلا اعمل دلوقتي مثلا كحاجة حلوة وكده. الكنافة همسكها اقطعها كده بمقص يكون بتاع مطبخ، تقطيع صغير كده خالص، وبعد كده اشتغلي بيها بمعلقتين زبدة بقى كده، وقفي كده على النار ما تسيبهاش يعني علشان تبقى كلها لون واحد. وبعد كده هفضل اقلب كده، وبعد كده خلاص تبقى الكنافة بتاعتي بقت جاهزة. نيجي بقى للعسل او السيرم. حطينا كوبايتين مية وعليهم كوباية سكر وعصرة ليمونة وكيس فانيليا، وبعد كده مش اقلبهم خالص علشان السيرم بتاعي يبقى طعمه حلو كده زي بتاع بره، ما يبقاش محلوين يعني. نيجي بقى هنا للخطوة دي، كان في خطأ حصل بصراحة برضو هقول لكم عليه. انا حطيت معلقتين زبدة وحطيت معلقتين دقيق واربع معالق نشا، وبعد كده قلبتهم حاجة بسيطة ونزلت باللبن الساقع بتاعي وقلبتهم، واول ما ربط معايا حطيت كيس الفانيليا وخلاص على كده. في خطأ هنا حصل، انا بصراحة يعني انا طول عمري بعمل المهلبية بجيب لبن ساقع واحط معاهم مثلا اربع معالق نشا او خمسة، وبعد كده اقف على النار واحط مثلا السكر وابتدي بقى ايه اقلب لحد ما يربط معايا. انا بصراحة نيجي بقى هنا هقول لك مثلا على الخطأ اللي حصل مني دلوقتي. جيت انا هنا خلاص كسرت البسكوت الاوريو والجزء اللي في الطبق دوت، ده اللي كان ما بين البسكوتين. الطريقة دي انا ما عجبتنيش بصراحة، خلينا صراحة. انا المهلبية بتتعمل زي ما بقولك كده، لبن ونشا وفانيليا وسكر، وتقفي على النار تشتغلي بقى الاول كله بتحط على البارد وتقفي ايه على النار. انا طريقة الجي جي انا كنت خدتها من واحدة يعني برضو فاتحة قناة، يعني القناة بتاعتها واصلة وكده، فقلت اما اجربها وانا بعمل الكنافة للولاد. بصراحة ما عجبتنيش، حطيت دقيق ونشا وزبدة وعملتها، بصراحة طعمها ما عجبنيش خالص. انا يا ريتني كنت عملت المهلبية بتاعتي اللي احنا بنعملها اللي هي العادية دي كده، بس ما فيش مشكلة ادينا بنتعلم وكده. بس جينا بقى هنا خلاص الكنافة حطينا لها السيرم وطريقة المهلبية يا بنات. انا حطيت البسكوت اللي هو المكسر حطيته على المهلبية اللي هي بالنشا ديت وبالدقيق، وبعد كده بقى عملت ايه دور بقى، يعني مثلا كنافة مانجا مهلبية حسب بقى الرص اللي انت عايزة ترصيه كده فوق في البولة بتاعتك. جيت بقى هنا عملت الكريم شانتيه، عملته عبارة عن ايه، جبت كريم شانتيه وحطيت حاجة بسيطة من المية او اللبن وبعمل بالمضرب، واول ما يبتدي يربط معايا ابتدي بقى احط حاجة بسيطة كده من المية او اللبن، وبعد كده هبتدي بقى ايه يتقل معايا ويبقى كده ايه تمام. يعني ما تحطيش المية الاول او اللبن وترجعي تحطي الكريم شانتيه، تبصي تلاقي نفسك يعني الكريم شانتيه بقى يعني طري ومش عارفة تجيبي كريم شانتيه تاني منين. لا، هنحط الكريم شانتيه واحط حاجة بسيطة مية او حاجة بسيطة لبن واعمل بالمضرب، واول ما يتقل معايا ويعمل معايا فوم كده يبقى عالي حط حاجة بسيطة مية او حاجة بسيطة لبن، تمام. بعد كده بقى هنا حطينا بقى الكنافة بتاعتنا اللي عملناها بالسيرم، وحطينا طبعا الشوكولاتة اللي هي المكستيلا ديت، انا جايبها سايبة دلوقتي. كل حاجة دلوقتي بقت تتجاب سايبة، يعني مثلا بالكيلو، عايزة نص كيلو، عايزة ربع كيلو، عايزة بـ20، دلوقتي بقت كل حاجة سايبة، حتى الكريم شانتيه بقى بالسايب، زبدة اللوتس بالسايب، الفاكهة اللي هي المجففة بالسايب برضو، زي ما انت ما تكوني عايزة. المانجا هنا خلاص حطينا بقى الكنافة، الشوكولاتة، حطينا الكريم شانتيه، حطينا بقى المانجا، الفاكهة اللي موجودة عندك في السوق اشتغلي بيها براحتك عادي، فراولة مثلا، كانتالوب، اي حاجة فاكهة موجودة في السوق او فاكهة مجففة، تمام. وبعد كده حطيت بقى سيرم كده على الوش وخلاص. اللقطة اللي هي بقى بتاعت المهلبية والكنافة دي ما كانتش جات اتمسحت مني غصب عني. تعملي بقى انت المهلبية وتحطيها بقى برضو ايه، يعني مثلا رق كنافة، رق مهلبية، تحطي مثلا البسكوت الأوريو فوق المهلبية زي ما أنا مقسمها كده. بس اللقطة بتاعت بصراحة المهلبية والبسكوت الأوريو ما كانتش جات معايا. بس كده، وإحنا كده خلاص خلصنا بالنسبة اللي هي فيها شوكولاتة دي، طبعا اللي هي زبدة اللوتس برضو، دول كمان برضو أنا جايباهم إيه سايب، يعني شوية زبدة اللوتس دولت أنا كنت جايباهم بـ10 جنيه.
والشوكولاته كنت جايبها ب15 والكريم شانتيه جبتهم ب20 والكنافه بصراحه كانت عندي والمانجا كانت عندي. يعني انت لو عايزه مثلا تجيبي شويه حاجات زي كده مثلا تكلفك مثلا 50 أو 60، تبصي تلاقي نفسك وفرتي. طبعا العلبه دي طبعا بره طبعا مكلفه، معرفش الله اعلم عامله لها 30 ولا عامله كام بالظبط، فانت احسبيها من قبل ما تجيبيها لو فيها توفير، لان دلوقتي كل حاجه بقت تجيب بالسايب. حتى البسكوت اللي هو اللوتس ده مثلا بتقولي حطي لي 10 بسكوتات او اللي انت شايفاه قدام عينك ده، بيحسبهم لك بقى على الميزان. وهو دوت الفيديو بتاعنا النهاردة، وما تنسوش تخشوا تعملوا اشتراك وتعملوا لايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.